مرحبا بكم معايا في قناة شهيوات سليمة. اليوم غنحضروا تورتية البطاطس. الأغلبية ديالنا كيعجبو هذا النوع من العشاء الخفيف، أو لا نديروها حتى الغداء علاش لا مع سلطة. لهذه التورتية غنحتاجو بطاطا مقطعة على هذا الشكل، مربعات، ما نديروهاش غليظة بزاف باش لأن غنقليوها باش تاخد حقها في الطياب، واللي بغى يسلقها يسلقها. انا شخصيا كتعجبني مقليه، مره مره الا قليناها ماشي مشكل. غنحتاجو بصله مقطعه، فلفله خضراء، فلفله حمراء، ومني كنقولوا التورتيه كنقولوا البيض. غنحتاجو قطع ديال صدر ديال الدجاج على حسب كل واحد وشويه بركه. هنا التوابل غنحتاج الملح، ابزار، الثومه بودره، الكمون والسودانيه الى اللي كيبغيها، شويه ديال التحميره وشويه ديال الزعتر. هذا اخر مرحله واختياري حتى الاخر، وعاد غادي نضيفوه. في البدايه غادي نمشي انا نقلي البطاطا ديالي، نقليها ونشحر البصله مع الملح والبزار في الاول، والفلفله غنشحرها مع الملح والبزار. الفلفله غنشحرها بوحديتها والبصله غادي نشحرها بوحديتها، ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا بقيه الوصفه. البصله فاش كنديرها تشحر توصل لهاد المرحله، يعني في النص ديال الطياب، كنزيد الصدر ديال الدجاج، غنضيفو البصله. في لحقاش الا درنا الصدر ديال الدجاج بوحديته شحرناه قلنا له التوابل بحال كيتحرقو. المرحلة هذه غادا نضيف التوابل اللي هي شوية ديال ثوم بودرة، كمون، شوية السودانية، نحرك تحميرة. أنا غادي نقاد هاد الشي مع الصوير شوية، غنضيف شوية ديال الإبزار والزعتر آخر مرحلة. بعد ما تنقص العطريه اللي ذكرنا من غير الزعتر، غنضيف شويه ديال المعدنوس. ما قلتوش في الوصفه ولكن تيجي زوين حتى هو. غادي نشحن غير شويه وغادي نطفي. غنحيد هذا الشيء من المقله، غنحطو في واحد في الاناء اللي غندير فيه نجمع فيه الخليط كامل، وفي نفس المقله غنشحر الفلفله بالملح والبزار فقط. بعد ما طاب الدجاج ديالي هو هذا، والفليفله حتى هي من تشحرات، كيجي لذيذ واخا غير بهاد التتبيله بوحديتو كيجي لذيذ. هاد الدجاج بهاد البطاطا هاني قلتها، وعندي البيض ها هو، غنضيف شويه ديال المعدنوس وغنصحو الذوق بشويه ديال المليحه ولا البزار. انا غادي نذوق ونشوف. هنايا الزعتر ما نسيتوش، ها هو. دابا غنجيب غنخلط، غنزيد عليهم البطاطا وغادي نخلطهم، وغادي نزيد البيض ونكبو في الطاوله اللي غندخل الفران. يا بيريكس الدزاج، يا كل واحد وفاش فاش كي يدخل بحال هذا الشيء للفران، كل واحد ويشوف فاش ارتاح. ما ننساش الزعتر، انا غنخلط هذا الشيء ونضيف البيض، ونتلاقاو ان شاء الله. الخليط ديال التورتيه ديالي منين خلطته درته في هذا الاناء اللي غندخلو للفران. انا كنبغي هاد الجينه رقيقه، بها درتها في هذا الاناء، فرشت له ورق الطبخ ودرته. الا عندكم بيريكس ديال الزاج حتى هويا بغيتو هاد الجي عاليه نديروها فيه بحال هذا. انا عندي هذا ما كبيرش بزاف وكنبغيها تكون رقيقه، كنبغيها غليظه. انا بغيتوها غليظه ديروها في واحد صغر من هذا بحال هكا. انا غندخلها للفران ان شاء الله، ونتلاقاو في المرحله النهائيه بعد ما تطيب. التورتيه بعد ما وجدت جات على هذا الشكل، تجي لذيذه. جربوها وردوا عليا الخبر. انا قدمتها مع سلطه ديال الخس ومطيشه العاديه. غنقطع لكم طريف منها وتشوفوه. هنا بعد ما قطعتها كتجي على هذا الشكل. انا كنبغيها رقيقه،
هي باقا سخونه، انا كنبغيها رقيقه. الا بغيتوها غليظه ديروا المول كبير. نتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه. خليت لكم الراحه، في امان الله.